السلام عليكم، كيفكم يا خامس؟ معكم معلمة نايف هشام من الرياضيات. اليوم رح نبدأ درس جمع الأعداد الكلية وطلبها. أخذتوا أول درس أخذتوا كيف تقرأ وتكتب الأعداد دون التسع منازل، وأخذتوا كيف تقارنوا بين الأعداد وترتبوهم تصاعديا وتنازليا. أخذنا تمارين على المواضيع هاي، حلينا بعض الأسئلة الموجودة في الكتاب. المطلوب منكم فقط ما تم حله على الكتاب وعلى الدفتر. اليوم رح نبدأ بدرس جمع الأعداد الكلية وطلبها. أول شيء نطلع على هذا المثال مع بعض. جد ناتج ما يلي. بداية كما تعلمنا نقرأ العدد 3,421,664 زائد 1,825,132. ننتبه للعملية الحسابية اللي عندنا. العملية الحسابية هون هي الجمع. نبدأ بعملية الجمع. بداية بدنا ننتبه لموضوع إنه بدنا نبدأ بالآحاد، ما بدنا نخلط يا خامس، نبدأ بالآحاد. الآحاد هنا 4 والآحاد هنا 2. 4 زائد 2 6. ننتبه إني بكتبها أبعد إشي عن المساواة، 6 في منزلة الآحاد. تمام، نكمل. 6 زائد 3 9 في منزلة العشرات. 6 زائد 1 7. 1 زائد 5 6. و2 زائد 2 4. 4 زائد 8 12. 2 وبروح يا خامس بحط 1 باليد. 3 زائد 1 4. 1 باليد 5. إذا انتبهنا إن كنا أي رقم بنحسب بنحط تحتيه خط عشان ما نخلط. جمعنا الآحاد مع الآحاد، ثم العشرات مع العشرات، المئات مع المئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف، إلى أن أنهينا العدد. بنفس الطريقة كتبنا هون آحاد، عشرات، مئات، وهكذا. طلع معانا الناتج 5,246,796. نكمل السؤال الثاني. عندنا هون نقرأ العدد أولاً 445,231 ناقص 171,210. نبدأ كما تعلمنا بالآحاد، نحدد الآحاد هنا والآحاد هنا. 1 ناقص 0 1 زي ما تعلمنا بحطها أبعد إشي عن المساواة في منزلة الآحاد. 3 ناقص 1 2. 2 ناقص 2 0. و5 ناقص 1 4. و4 ناقص 7. لا يجوز أن نطرح العدد 4 من العدد 7. إذا بدنا نستلف، تعلمتوا الاستلاف في الصف الثالث، بروح على العدد اللي جنبه، العدد اللي جنبه، العدد 4، بيقدر يعطي العدد 4؟ نعم، بقدر أستلف منه. إذا الـ 4 بتصير 3، والـ 4 هون شو بتصير؟ 14. 14 ناقص 7 رجعت وصارت 7. 3 ناقص 1 2. طلع معنا الناتج 274,021. نكمل المسألة الثالثة، مسألة جمع عمودي. بنفس الطريقة الآحاد مع الآحاد، طبعا الآحاد من هنا. 3 زائد 2 5. 1 زائد 0 1. 2 زائد 1 3. و2 زائد 5 7. 5 زائد 5 10 0 و1 باليد. 6 زائد 3 9 و1 باليد 10. إذا نقرأ العدد كما تعلمنا. 1,007,315. يعطيكم العافية. خمسة، أنا ببعث لكم التمرين الصفي وبعطيكم الحل.